نيل يعني مسمار، بندق المسمار. بس بقدر أحكي to nail يعني to do the task perfectly، بيعمل هذا الإنجاز أو ينجز هذا العمل بشكل ممتاز. To nail أيضا to do something successfully or flawlessly. Successfully يعني بنجاح، flawlessly يعني لا تشوبه شائبة، على قولتنا ما عليه غبرة. For example, all the best. I hope you nail it today. Nail هو الفعل المضارع. Nailed الفعل الماضي بإضافة إيدي. أيضا بقدر أستخدم nail باستخدام آخر. For example, when I say nail it down. Nail it down يعني سيطر على الموضوع، لازم تسيطر على الموضوع. أحب أشكر دكتور محمد حناقطة لأنه قاعد يقولنا nail it down على موضوع الترجمة. For example, they are on the verge of getting the agreement nailed down. هم على وشك الوصول إلى اتفاق.